صادق حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى آل خليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واصدر قانون رقم 11 لسنه 2023 بالتصديق على الاتفاقيه بين حكومه مملكه البحرين وحكومه تركمانستان بشأن الخدمات الجوية بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب جاء فيه صدق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن الخدمات الجوية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ الثاني والعشرين من فبراير 2023 والمرافقة لهذا القانون